السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا بالنسبة لنا ومشكلة بالنسبة لمصير البولي بتاعة الصرف بتاعة المية بتاعة التغذية بتاعة المية. ممكن وأنا بركب كابينة الشاور أو أنا بركب أي حاجة في الحمام وبنخرم بشنيور جنبها ممكن تتخرم معايا زي ما واضح في الفيديو. تمام. لما هنا حصل معانا المشكله دي لقينا التسريب حوالين البايب فاضطرينا ان احنا نفك كابينه الشاور وعرفنا ان المشكله كانت في الخرم بتاع كابينه الشاور اللي كان في اخر الكابينه من تحت. لما فكناه لقينا التسريب المايه من عنده وعرفنا ان هو ايه يعتبر اخترق الماسوره. فبالتالي لازم نفضي الماسوره ونتاكد من التجفيف بتاع المايه بتاعتها ونتاكد ان هي ما فيهاش مايه تماما تماما تماما. لان لازم في لحام البولي تكون المواسير جافه تماما تماما تمام. فالنهارده الحل بتاع المشكله ديت بنطلب المندوب بتاع الشركه بيجيب لنا صباع الماده الخام بتاعه البولي وبيبدا يتعامل معاه ان هو بيقطعه وبيركبه لنا وبيبدا يلحم بيه ايه الخرم اللي موجود عندي في الماسوره. في الحاله اللي احنا شايفينها قدام حضراتكم ده الخرم اهوت ان شاء الله ده اللي هنبدا بيه. ادي الصباع اللي احنا اتكلمنا عليه. طبعا هيبدا يقطع القطعه اللي هو هيلحمها ويبدا يسخن عليها ويفكها في الاخر. زي ما حضراتكم شايفين الصباع من الماده الخام بتاعه البولي بيسخن عليه بعد ما قطع القطعه اللي هو هيثبتها. بعد كده بيبدا ياخد الماسورة. طبعا احنا هنا بنحاول نجفف تماما الماسورة لان اي طول ما فيه مية موجودة اي لحام هتلحمه هيطلع بايظ ومش هينفع معانا. لازم يتم تجفيف الماسورة تماما تماما من المية. طبعا في البداية بننفخ في الخط لان لو فيه مية موجودة في الخط مع النفخ بتنزل المية الاخيرة اللي موجودة في الخط وبقطعة من القماش بتبدأ تجففها تماما تماما تماما. بنبدأ نسخن على الماسورة وعلى الخرم اللي موجود فيها علشان نهيئه للحام بتاعنا. بعد ما بنسخن على الماسورة بنبدأ نجيب الصباع اللي احنا هنبدأ نشتغل عليه اللي احنا كنا قطعناه هنبدأ نسخن على اول الصباع ونجهزوه لبداية عملية اللحام. زي ما حضراتكم شايفين احنا كده اكدنا تماما تماما عدم وجود مية. وتمام احنا كده سخنا على الخرم وعلى الماسوره اللي هيتم فيها عمليه اللحام. زي ما حضراتكم شايفين لازم نتاكد من تجفيف الميه ولازم نتاكد من ان الماسوره كده جاهزه للحام. زي ما حضراتكم شايفين بنقرب لكم الصوره عليها. بعد كده بنجيب الصباع ونبدا نسخن عليه بالولاعه العاديه بس بنعليها على الاخر علشان لما نعليها تبدا تسخن معانا كويس. طبعا طريقه التسخين زي ما حضراتكم شايفين واحده واحده عليها لحد اول ما تبدا تولع بتبدا تجهز معانا اللحام. بالنسبه للصباع دي القطعه اللي احنا هنلحمها وديت اللي احنا هنسخن عليها ونسيبها. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده اللحام جاهز والصباع اللي هو فيه المادة البولي جاهز. الاثنين كده جاهزين هنسخن عليها تسخين بسيط ونبدا نحط الصباع ونلحم الماسوره لحام جيد جدا 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 واحنا مجربينها والحمد لله بتنجح معانا في كل مره. احنا حبينا بس نصورها ونوضحها لحضراتكم في فيديو على قناه انجينير احمد فوزي يكون طريقه جميله وبسيطه. اي حد عنده مشكله زي ديت مش ما فيهاش حل لا ليها حلول ليها حلول وان شاء الله ما بتبقاش مشكله عند اي حد مننا تاني ان شاء الله. بتبقى مشكله بسيطه بيجي المندوب بتاع الشركه بيلحمها لنا زي ما حضراتكم شايفين. بنسيبها من حدود من 10 دقائق لربع ساعه لحين يكون تم نشفان الماسوره 100% وبنقطع الصباع نشيله وبنبدا نشغل الميه ونتاكد ان كل حاجه تمام. ان شاء الله نبدا نوافيكم بباقي الفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله. ومتنسوش تعملوا لايك.
ومشاركة للفيديو إن شاء الله. نورتونا.